حضرتك النهارده ان شاء الله احنا معانا حاجه اسمها ارب اند لور موتور نيرون جيل. ان شاء الله زي ما حضرتك اتفقنا مع حضرتك ان شاء الله دي اخر محاضره ليا معاكم. بدات معاكم اول محاضره عندي كانت ايه؟ ريفلكس اكشن اند اتس روبوتس. ثم اتكلمت بعد كده على الايه؟ الاسترتش ريفلكس، خدناك اكزامبل لريفلكسز. ثم المره اللي فاتت اتكلمنا على ديسندنج تراك بيراميدال اند اكسترا بيراميدال. النهارده ان شاء الله هناخد حاجه اسمها ابر اند لور موتور نيرون ليجنز، وهنقف لحد حاجه اسمها اليونيلاترال ليجن في انترنال كبسول. تبداوا في حلقه كده عمر ونصيب المره الجايه ان شاء الله. زي ما احنا متعودين دايما ففي حاجه اسمها انترودكتوري كيس. الحاجه بتاعتنا بمنتهى البساطه بتقول ايه؟ A 30 year old male، واحد عنده 30 سنة. سفر فروم ويكنس الرايت ليج، أظن واضح الصورة. بصوا يا جماعة. أدى الفيشن قدامنا أهو. أدى الإكس راي وأدى السي تي وان. واضح إن في فرق في السايز ولا مفيش؟ في فرق. يبقى في ويكنس الرايت ليج. وفي حاجة اسمها فلاسيد باراليسيس، وفي سايز اوف ماسل ارض في واضح، يعني في الايه الماسل بارك نفسها قليله زي ما ورا كده، وفي حاجه اسمها فاسكوليشنز. وجوا يشوفوا الطول لو فيها هايبوتونيا وهايبو ريفليكسيا. تاني واحد عنده 30 سنه مين اشتكى ايه؟ ان في الرايت ليج بتاعته فيها ويكنس ضعف. دي حاجه اسمها كلاسيك باراليسيس ومصل الاقصي وهايبوتونيا وهايبوريفليكسيا، وكلمه كده اسمها فاسيكوليشن. طب يعني ايه كلاسيك باراليسيس؟ يعني ايه مصل ويكنس؟ يعني ايه فاسيكوليشن؟ يعني ايه هايبوتونيا؟ يعني ايه هايبوريفليكسيا؟ وايه علاقتهم بالحاله؟ وايه الحاله دي اصلا؟ انا بقول برضه النهارده حاجه اسمها ابر اند لور موتور نيرون ليجنز. هل الحاله دي ابر ولا لور موتور نيرون ليجن؟ يعني ايه اصلا ابر ويعني ايه لور موتور نيرون ليجن؟ ده اللي ان شاء الله محتاج اعرفه في نهايه المحاضره. يعني في نهايه المحاضره ان شاء الله نبص على الحاله دي تاني ونشوف هل فهمناها ولا لا. المفروض في كل محاضره بنقولها بشوف الحاله، هل انا في نهايه المحاضره غطيتها ولا لا؟ الاوبجيكتيفز اللي هقولها هل غطيتها في نهايه المحاضره ولا لا؟ يبقى الحاله دي كلها ببساطه عايز اعرف هي حاله ايه؟ بتاعها يبقى في انفيرنت جاكينج او فار او لاجينج اوبجيكتيفز محتاج اعرف. عنوان المحاضره زي ما بقول حاجه اسمها ابر اند لور موتور نيرونز. يبقى في سيرتن ديفينيشنز محتاج اعرفها. منها ديفينيشن قلنا المره اللي فاتت. حاجه اسمها ابر موتور نيرون وحاجه اسمها لور موتور نيرونز. الكلام ده قلناه المره اللي فاتت وهنعيده في بدايه المحاضره. يبقى في سيرتن ديفينيشن اسينشال تتسال شفا وتسال ام اس كيو. خلاص يا جماعه ممكن تبيض منها علم. بيقول لك يعني ايه ادفاين ابر موتور نيرون؟ يعني ايه ابر موتور نيرون؟ يعني ايه لور موتور نيرون؟ ثم حاجه اسمها نوبليجيا، بارابليجيا، هيبليجيا، وادريبليجيا، كل المصطلحات دي محتاج اعرف لها ديفينيشن ومصر تحصل في انهي حاله. ثم قلت عنوان المحاضره ابر اند لور موتور نيرون ليجنز. يبقى محتاج اعرف ايه هي الابر موتور نيرون ليجن وايه المانيفستيشنز بتاعتها؟ ايه هي اللور موتور نيرون ليجن وايه المانيفستيشنز بتاعتها؟ واعمل كومباريزون بقى، يبقى كومبير كونتراست بتوين ابر اند لور موتور نيرون ليجنز. يعني ما يبقى عندي ابر موتور نيرون ليجن ايه مواصفاتها؟ ايه اسبابها؟ ايه الايفكت بتاعها؟ نفس الكلام اللي هنقولك على اللور موتور نيرون. ثم كومبير الكونتراست بين رياكشن اوف ماسل تو حاجه اسمها الكتريك كارنت في الحالتين، سواء الابر موتور نيرون ليجن او لور موتور نيرون ليجن. واخيرا ديسكاس فيسيولوجيكال بيز اوف موتور تشينجز اوف كيرنج ان لور موتور نيرون ليجن وابر موتور نيرون ليجن. يعني في وسط الاهداف دي ايه؟ مندرجه تحت ماذا؟ ديسكاس ابر اند لور موتور نيرون ليجنز. وتحت الصوره يا جماعه.
طب ارجع للمره اللي فاتت ما جيت اعرف الابر موتور نيرون واللور موتور نيرون. قبل ما اعرفهم لو تفتكروا المره اللي فاتت في حاجه اسمها الموتور كورتكس، في حاجه اسمها برايمري موتور كورتكس او اريا 4، وحاجه اسمها بريموتور كورتكس او اريا 6، وعرفت ان منهم هينزل ديسندنج تراكس سواء بايراميدال او اكسترا بايراميدال على شكل مستوى يا اما للانتيريور هو مثال في سبايرال كور، يا اما معاها موتور ريبيار في كرينيال نيرفز. قلت الجزئيه دي كلها بقول عليها ابر موتور نيرون من الانتيريور هو مثال للمصر او من الموتور ريبيار في كرينيال نيرفز للمصر، قلت عليها ابر موتور نيرون اللي هي الصوره اللي قدامي دي كده. يبقى دي الصوره اللي رسمناها اللي قلناها المره اللي فاتت بتاعت الايه؟ الموتور كورتكس موجود في البري سنترال جايروس اللي هي 4 و 6 في الفرنتال لوب، ثم دخلت منها على حاجه اسمها الموتور نيرون سواء الابر موتور نيرون او اللور موتور نيرون، وعرفنا من الصوره اللي قدامي دي المره اللي فاتت الابر موتور نيرون اللي لاحظته من قدامي ده اللي هي يا اما جايه من الموتور كورتكس ونازله دايركت واي او وان واي تراك لحد ما توصل للكونترا لاترال ميني انتيرو هو ريسيف الموتور نيكلاير ترينيال نيرف اللي سميتها بيراميدال تراك، او اصلا باسويز مالتي ستيشن باسويز اللي ممكن تنزل في مالتي نيرون واغلبها يا اما كروسنج زي ما شفنا المره اللي فاتت قلنا عليها اكسترا بيراميدال تراكس. اللور موتور نيرون اللي هي بتبتدي ايه؟ زي ما واضح في الصوره عامل كده بتبتدي يا اما من الانتيريور هو ريسيف اوف زي كونترا لاترال زي ما واضح لحد المصل او من الموتور نيوكليار في كونترا لاترال سايد تو ذا مصل عشان تبادل دور موتور نيرون. يبقى اما اقول النهارده ايه هي الابر موتور نيرون ليجن وايه هي اللور موتور نيرون ليجن، يبقى هقول ان الابر موتور نيرون ليجن هي ليجن ان ذا مصلي اوف ذا ابر الليجن في التصوير هو موتور نيرو على امتداد الابر او عليها ابر موتور نيرو في اي مكان بقى وعلى امتداد اللور يبقى لور موتور نيرو ليجن، وده اللي هنشوفه اثناء الشرح لما نتكلم على كل ليجن من الاثنين. يبقى ده اول ديفينيشن عنه اللي هو ايه؟ ابر موتور نيرو ولور موتور نيرو. انا في كلمه اسمها بليشيا او بلاسيس بلاريسس او ليجن، فاكر يا جماعه؟ تلاقي بعض الناس في دماغها كلمه بلاريسس دي بتعني ابر موتور نيرون ليجن، لا بلاريسس معناها ايه؟ معناها لوس اوف ماسل فانكشن. هي سكتة المصل وظيفتها ايه؟ مش الكونتراكشن؟ اما المصل تفقد الفولانتري مصل كونتراكشن في الحاله دي اللي حصل فيها ايه؟ حصل فيها بلاريسس. يبقى كلمه بلاريسس اللي بمعنى اخر ليجن اسمه بليشيا، بليشيا يعني بلاكسس. بلاكسس معناها لوس اوف فولانتري موفمنت. طيب لو حصل لوس اوف فولانتري موفمنت ليه؟ جروب اوف ماسل بتمثل لي وان ليم. يعني مثلا رايت ابر ليم او ليفت ابر ليم او رايت لور ليم او ليفت لور ليم قول عليها مو مو يعني واحد. مو بليشيا مو بليشيا يبقى معناها في ايه؟ في بلاكسس فين؟ في الماسلز اوف وان ليم. خلاص يا جماعه؟ ودي بتحصل في حالات كتير من ضمنها لو لوكالايز ديليجن في اريا 4. لوكالايز ديليجن في اريا 4 تعمل لي حاجه اسمها المونو بليجيا. لو حصل افكشن ديجنراتيف ليجن او انفكتيف ليجن بالبوليومايلايتس اللي هو بتاع الفيروس بتاع شلل الاطفال افكت الانتيريور هورن سيلز اللي مسؤولة عن السبلاي بتاع والليم تعمل لي حاجة اسمها برضه مونوبليجيا. يعني المونوبليجيا زي ما هو بتبقى لور روتور نيرون ليجا زي ما هنشوف، وانتيريور هورمسين ليجا معناها لور روتور نيرون. بصورة يا جماعة. طيب يبقى لو وان ليم از بارلايز يعني المصلز اوف وان ليم فقدت الفلانتري فانكشن بتاعتها يبقى معناها ان في مونوبليجيا. طب لو تو ليمز سواء بقى خلي بالكوا يا جماعه لو التو ليمز دول تو ابر ليمز او تو لور ليمز الحاله دي بقول عليها ايه؟ بارليشيا. بس الوسط كومن تايب انها تو افكت اللور ليمز. يبقى خلي بالكوا يا جماعه
الدرجه دي شماله تعني انها الله لمب بس، ممكن الله لمب لوحده او الامر لمب لوحده، يبقى افكشن اوف تو، يا اما لو لمس يا اما تو امر لمس، بالنص كمان انت افكت التو لو لمس. مصري الجزء بتاعها complete transition of spinal cord or hemi section of spinal cord according to the level اتقطع فين spinal cord ده؟ انهي سيجمنت اتأثرت؟ طيب لو حصل باراليسيس او نصف فولانتري contraction في one other limb and one lower limb on same side on one side يعني on one half of the body يتقال عليها حاجه اسمها هيمي بليشيا. وعايزين نوضح الصوره يا جماعه، الصوره اللي قلنا عليها هيمي بليشيا انا ولا لما افكت دوت هيبقى عليها هيمي بليشيا. طيب on one side other lower one side معناها ده هيمي بليشيا. طيب two lower limbs او two other limbs معناها برضه بليشيا. طيب لو four limbs يعني زي ما هو قال عليها كوادريبليجيا. يتقال لك ان الاحيان هلاقي الملابس بتحصل مع بعضها تطول الليجيا، لكن هل كل يوم من دول ممكن يحصل في اللور او ممكن يحصل في اللور؟ يعني خلي بالك لو اكستنسيف في بعض المرات يا جماعه بتدمر الانتيريور هورن سيلز اون وايد رينج. خلاص؟ ممكن تعملها في الليجيا. وهي برضه اللي يقول برضه ليه؟ يعني سبب الليجا اكستنسيف ليجا يعني ليجا كبيره اثرت على انتيريور هورن سيلز كتير. خلاص يا جماعه؟ يبقى عرفنا كلمه ايه؟ باراليسيس لوس اوف فولانتري موفمنت. خلاص يا جماعه؟ سببها ايه؟ نوعها ايه؟ اكوردنج لايه؟ للسايت اوف ليجا. ممكن تبقى مونوبليجيا لو ون ليمب اونلي افكتد، لو تو ار اور تو لور بارابليجيا. طيب لو اول فور لمبس كوادريبليجيا. طيب لو وان سايد اوف ذا بادي افكتد يبقى هيمي بليجيا. مصري الكوادريبليجيا ده عشان اسالها الاسبوع يا جماعه وهديها تتقابل وتتاخد ان شاء الله في المحاضرات اللي بعد كده الكومبليت ترانزيكشن في السباينال كورد. مدتها السباينال كورد كله في اللور سيرفايكال سيجمنت. احنا عندنا كام سيرفايكال سيجمنت؟ ها كام سيرفايكال سيجمنت يا جماعه؟ 12 ولا 15؟ 8 يعني لا 12 ولا 15 8. طيب الشوط الاول لو قطعنا السيرفايكال سيجمنت عند ليفل سي 2 يحصل كوادريبليجيا ولا هيميبليجيا ولا بارابليجيا؟ ها عند الليفل بتاع سي 2 فاكرين الفرينك نيرف لما كنا بناخد الريسبيريشن وقلنا الاورجن بتاع الفرينك نيرف ها سيرفايكال 3 و4 و5 صح؟ ومعناها ان لو حصل ليجا اضافه ليفل وفي سي 5 يبقى البني ادم ده هيموت. لا هتشوف عنده كوادريبليجيا ولا هيبليجيا ولا مونوبليجيا ولا الكلام من ده، هيكون مات اصلا زي الاهلي. فكره الاعدام ايه يا جماعه؟ هما بيعملوا سيرفايكال ديسلوكيشن بيقطعوا السباينال كورد عند الليفل بتاع سي اعلى من سي 5 سي 2 سي 3 فبيعمل ايه؟ بيحصل سبايرتو فيجر ريموت. فبالتالي يحصل كوادريبليجيا امتى؟ لو اللور ليفل اوف سيرفايكال سيجمنت هو الافكت يعني اقل من كام؟ من سي 6 يعني عند سي 7 مثلا يبقى هيعيش لان الفريك نيرف نوت افكت لكن هيبقى عنده حاجه اسمها كوادريبليجيا. يبقى لو سالنا سؤال مسكين كده اقول لك ايه؟ كومبليت ترانزيشن اوف سيرفايكال كورد بلو ذا ليفل اوف سيرفايكال 6 هيؤدي الى هيموبليجيا ولا بارابليجيا ولا هيميبليجيا ولا كوادريبليجيا؟ كوادريبليجيا. وضحت الصوره يا جماعه؟ هتسالني في دي ازاي؟ زي ما قلت بالصيغه دي ان المرض الفلاني يحصل معاه ايه؟ او صيغه ثانيه يقول لك كوادريبليجيا ليونز مثلا باراليسيس اوف وان ليم اون وان سايد او باراليسيس اوف تو ليمز اون وان سايد او باراليسيس اوف تو ابر ليمز او باراليسيس اوف تو لور ليمز او باراليسيس اوف ايه؟ اوف اول فور ليمز
يبقى الكوادربليجيا هي الفور ليمبس وتحس وهكذا بتتنمط ازاي ممكن اتسال عليه. طيب ده الديفينيشن اللي احنا قلناه تاني اهو. وادي الصوره يا جماعه، الصوره الاولانيه عندي كده واضح ان في افكشن وان سايد اللي هو ده والمره الثانيه الترانك، يبقى دي كانت حاله ايه؟ هيمليشيا. طب هنا الدكتور هنا استفدت يبقى حاله يبقى حالة ايه؟ كوادري ليشيا. كلام جميل. وزي ما هو عايز يقول مرة يا جماعة، أي حاجة بتقول لك لحد المصل، او منين؟ او من الموتور نيوكليو
الاي اوف كلينيال نيرفز لحد مين؟ لحد المصل. كلام كويس. طب ايه هي الكوزز اوف ابر موتور نيرون ليجن؟ كوزز اوف ابر موتور نيرون ليجن ذا موست كومن بارت، ركز معايا شوف كده الاسئله دي كلها، ويتش وان اوف ذا فولوينج ريبريزنت ذا موست كومن كوز اوف ابر موتور نيرون ليجن؟ عندك كوزز كتير قوي. ذا موست كومن تايب اللي بتشوفه كتير قوي ديو تو ليجن انترنال كابسول، ولذلك ان شاء الله المحاضره الجايه هتخدم حاجه اسمها يونيلاترال انترنال كابسول ليجن، دليل مهم بيتكرر حاله كورة. السؤال هنا لما يجي يقول لك الحته اللي بنركز عليها قوي في الاسئله، يقول لك مثلا وليكن على سبيل المثال يقول لك ديفاين دايليتس اند كومبير ذا كونتراست بتوين اتس ديفرنت تايبس. هو سؤال متكرر مش عياء يا جماعه، الاسئله كده مش بتتحط عياء، اما بيتكرر سؤال ده اللي انت عايزينك تعرفه، لان انت احنا عارفينك انت طالب بتدور على اسئله السنين اللي فاتت وبتدور بتتكرر، فانا هذاكر كويس. فالامتحان النموذجي ان انا بقى في حاجه مهمه ونسال فيها عشان نخليك تعرف الحكايه ماشي حرب، ان انا بقول على الحاجه اللي الحاجه اللي انا عارف انك ما بتذاكرهاش في دماغك، ده ما ينفعش كده. فعلشان الانترنال كابسول ليجن كومن وتكسر كتير مهمة جدا. السؤال هنا طب ايه هي اورا؟ انا خلي بالك ذا موست امبورتنت تايب اوف ليجن في السي ان اس ان جنرال، سواء الاستراكشر جوه السكالب او جوه السباينال كور، ذا موست كومن تايب اوف ليجن از فاسكولار. فاسكولار يعني على ايه؟ هيموريدج او ثرومبوزس، نزيف في المخ او جلطه، ده اكتر حاجه متكرره. يليهم في الاهميه مين؟ الديجنراتيف ديزيزز، في امراض كده يتقال عليها في ديجنريشن في النيورون، النيورون ده بيحصل فيها تغيرات وظهور مشاكل زي ما هتاخد ان شاء الله في الجزء الجانجليا في مرض شهير قوي اسمه الباركنسونيزم اللي هو الشلل الرعاش. طيب السؤال هنا ليه البوست كومن تايب اوف ابر موتور نيرون ليجن از ليجن اوف انترنال كابسول؟ يبقى لازم يكون في ان انا قلت الموست كومن تايب اوف ليجن از باسكو، مش كده؟ يبقى في مشكله في البلاد سبلاي بتاعت الانترنال كابسول اللي بينزل حاجه اسمها لينتيكولو سترايت ارك، اللي بينزل الانترنال كابسول حاجه اسمها لينتيكولو سترايت ارك. هذا اللينتيكولو سترايت ارك ماشي بالشكل ده، تلاقيه مر وبياخد اكيوت كيرف، يعني ما هوش مر، يعني ده مر وفجاه تلاقي الترافيك كده بسرعه، لان ايه؟ اكيوت كيرف. لما يطلع مر واكيوت كيرف يدي فرصه اكتر لتكوين الثرومبار، عارفين يعني ايه ثرومبس؟ والفرق بينها وبين بلوت، مش خدنا يا جماعه في السويتش السنه اللي فاتت بلوت وعرفنا يعني ايه بلوت بلوت؟ دي فيسيولوجيكال بروسيس ان ويتش ايه؟ يعني مختلف فيسيولوجيكال بروسيس ان ويتش ذا بادي تراي تو ايه؟ ستوب بليفنج فروم ماينور ريجن، يعني انت بتجربه بلاد شكل اتشكل شكل كده. هل قدامك تنزل بعمق انسان طبيعي؟ لا. الجسم هيحاول يوقف نزيف ده بانه يكون بلوت. طيب مرض ترومبس بيتجاوز ابنورمال بلوت ان انتاكت فيست او انتاكت كابيلا، زي في حالات تصلب الشرايين تلاقي الارض او تلاقي الكابيلاري مش مقطوعه، يعني ما فيش بحث خارجي، لكن الجدار بتاعها ما مش هتلاقيه سموس، الجوب بقى ده اللي فيه الاغاني مش سموس رفع، هتلاقي فيه ايه؟ حاجه زي دي مره، وهتلاقي فيه اكيوت كيرف، فمخلي البلاك ماشي سلو، اما البلاك فلو يبقى ماشي سلو يدي فرصه اكتر للتجمد، صح ولا لا؟ يعني بالتالي الانتيكول سترايت ارك ويتش سبلاي زي انترنال كابسول بلاقي بيحصل فيه ريكارنت ثرومبوزس، يعني ابنورمال بلوت فورميشن. السبب ايه؟ بلاقي النار واخد اكيوت كير فيخلي الفلو بطيء عنه، فيفضل حاجتين انه بطيء افضل يكون ثرومبس، وان اكيوت كير ده عرضه انه ايه؟ سهل ان يحصل فيه رابشر وهيموريج. هذا اللي اديته الاستراليات الاكتر، يبقى دلوقتي هلاقي فيه هيموريج ممكن يحصل فيه، ممكن يحصل فيه ثرومبوزس، فبالتالي بلاقيه ذا موست كومن تايب انترنال كابسول ليجن. يبقى المسيح ذا موست كومن تايب اوف ابر
شغالت يبقى الانترنال كبسول. يقول لك ايه لجنه الانترنال كبسول؟ تقول له الامن اللي الاستراليت ارتري اللي بيغذي الانترنال كبسول ده موستلي ايه؟ افكتد باي ثرومبس اور هيموريج. ليه يعني؟ لانه مروح وبياخد اكيوت كير. غير ما يكون الفيسل ماشي ايه؟ رايح وماشي كده مستقيم. صعب ان يحصل فيه ايه؟ ابنورمال بلود فورميشن. طيب تاني سبب سبايلر اور ديليجن وده بيبقى لها حاجه طويله عليها ولا لا؟ ممكن يحصل حاجه اسمها كومبليت ترانسكشن في سبايلر بورد، يعني سبايلر بورد كله يتقطع او في حالات الهيمي سيكشن في سبايلر بورد. يعني على سبيل المثال لو انا خدت كروس سيكشن في سبايلر بورد كده ادي السي ان اس بتاعنا يا جماعه. السي ان اس زي ما احنا عارفين بيتكون من ايه؟ ادا بريد وادا بريدستر وادا سباينال كورد. لو انا جيت خدت كروس سيكشن هنا في سباينال كورد كده هيبقى المنظر بالشكل ده. ادا كروس سيكشن في سباينال كورد هتلاقي ده انتيريور هور، ده انتيريور هور وادا من لاير. لو حصل ان كل السباينال كورد اتقطع كده بقول عليها كومبليت ترانزكشن في السباينال كورد. طيب لو وان هاف بس هو اللي افكتد الجزء ده كده يتقال عليها ايه؟ هيمي سيكشن اوف سباينال كورد. وضحت الصوره يا جماعه؟ ودي زي ما قلت لك انا محاضره طويله عريضه ولازم ابقى عارف الفروقات اللي ما بين الكومبليت ترانزكشن اوف سباينال كورد والهيمي سيكشن اوف سباينال كورد وايه الموتور افكشن والريفلكس افكشن والافكشن اوف سنسيشن. الكلام ده يتقال من كل دي. انتوا خدتوا نبذه مختصره قوي قبل كده على الهيمي سيكشن اوف سباينال كورد، بس من النقط المهمه جدا اللي بتسال كتير قوي هيمي سيكشن اوف سباينال كورد او بيتقال عليه كراون سيكارد او ناس بتقول سيكارد سندروم. المهم بيوصف علاج الادفانت فيجن وليس تو بي كوما اقل من واحده فيهم. بيور بيانات الادفانت فيجن هلاقيها فين؟ اريا 4 بيو اريا 4 لوحدها بس فاسكولار ليجن فيها سواء هيموريج او ثرومبوزس. ممكن الميتالري بيرم لو تفتكروا احنا بنتكلم في البيراميدال تراك عرفنا ان ايه في الابر بارت اوف ذا ميدالله بيتكون حاجه اسمها سيرتل اليفيشن بالبيراميدال تراك بيتكون بياخد شكل البيراميد بيتقال عليه الميتالري بيراميد وبلاقيه بيحتوي على بيراميدال فولدرز بس. فلو حصل بيور بايلاميدال تراكت ليجن سواء في اريا 4 او في الميتالري بيراميد دي تعمل لي حاجه اسمها ابر موتور نيرون ليجن دي ليها صفات واحد وغايه في اهميه. سي شافه وقلت له الطلب المميز في سيدنس كيو هقولها اسم الشر ليها صفات تميزها عن الاوردينري ابر موتور نيرون ليجن. خلاص يا جماعه؟ طيب اذا كانت دي كود سواء ليجن او نص كومان تايبس اوف ليجن. لكن في اثر ممكن تقول يعني واحد ايه لا قدر الله وقع وخد خبطة لا على دماغه او جاكشر خبطة رصاصة في اسباب كتير جدا او تيومر ورم في المخ يعني في اسباب كتير ممكن تقابل بس دول المخ هما ايه؟ طيب عشان نحطه في دماغه ان دول بس هما الاسباب. في اسباب كتير جدا ممكن ديجنرال ليجن مرض يؤدي لظهور في المخ ممكن ياثر لكن دول الموست كومن تايبس اوف ابر موتور نيرون ليجن. المهم كده اللي محتاج اعرف ايه في الابر موتور نيرون ليجن حاجه اسمها ابر موتور نيرون مانيفستيشن يهمني فيها اعرف اول حاجه الموتور افكشن. ده انا بقول ابر موتور نيرون ليجن يبقى منطقيا اول وظيفه احطها في دماغي انها ممكن تتاثر الموتور فانكشن. طيب الريفلكسز جزء موتور صح ولا لا؟ الريفلكس معناها ايه؟ انفولنتري ريسبونس يعني موتور ريسبونس انفولنتري ريسبونس تو اديكت ستيميوس يبقى الريفلكس برضه هيحصل فيها تغيرات عايز اعرف. وفي حاجه اسمها رياكشن تو الكتريك كارنت رياكشن تو الكتريك كارنت وهنشوف ثم سبيسيفيك مانيفستيشنز خاصه بالاريا 4
واريا 6 ليجن. هقولها دلوقتي واعيدها في الاخر تاني. اريا 4 واريا 6 ليجن بتمتاز بان فيها حاجه اسمها افيزيا. هناخدها ان شاء الله واحنا بنتكلم في اخر السنه خالص حاجه اسمها الهايبر برين فانكشنز، واحنا بنتكلم على السبيتش، على الليرنينج، على الميموري. افيزيا معناها افيزيا. ابنورمال او نور. فيزياء يعني سبيتش، في ابنورماليتي ان سبيتش. بس خلي بالك تفرق عن مصطلح تاني لما تيجي تفصله في الفرق بين حاجتين كتير قوي. ارفعني دلوقتي واقراها على مدار الايه؟ المحاضره. في مصطلحين احطهم في دماغك. حاجه اسمها ديسايفريا، كذا عشان تفرق شكل كتير زي الاس كيو. والمصطلح الثاني اسمه افيزيا. This يعني abnormal. Aphasia يعني speech. Abnormal speech. إيه يعني نوع abnormal. Aphasia يعني نوع abnormal speech. طيب يبقى إيه الفرق بين الأفكت السنة من الأربعة؟ Dysarthria هو أكمل muscle affection. Muscle paralysis. لكن الأفكت شرط أساسي إنها تكون مزود paralysis. وده هنسمع عنها كتير سواء في السيكل اس بتاخده او في السبيشال سنس، سواء في الهيرنج او في الفيجن. في حاجه اسمها وورد ديفنس، تيجي في الامتحان يتحط لك اسئله قدامك، تيجي تبص على الاسئله انت ما ذاكرتش، تيجي تبص على الاسئله بيجي لك وورد لايف للساعات. يعني ايه؟ شايف الاسئله لكن مش فاهم حاجه، انا ما ذاكرتش الموضوع ده. فانت بتحس ان الحاجه ايه؟ ما الحاجه لو فهمتها انت، ركزوا يا جماعه. انا برضه اسالك سؤال، يعني على سبيل المثال لو اديتك كلمتين شعر كده قلت لك ايه؟ قول لي معناه. ما انت لو رديت عليها وقلت لي معناه يبقى السبيتش بتاعك كويس والامور ماشيه كويس ومفيش مشكله. ما قلتلكش معناهم او ما عرفتش معناهم، يا اما حاجه من الاثنين، يا اما عندك المشكله يا المشكله في الكلمات نفسها. صح ولا لا؟ فبيقول لك ايه؟ وهدى عشان المعتدين الشفة حشو فتاه فخر كتف المعصوم. ركزوا عشان تترجموها لي. الهيكزوه العنكزوه تهيناه من رونق العلياكوت المنفلة. والله لو هيفقت العتاريس كسب القلع دروبا في كثيك الفروق البعبلي. خلي بالك بقى من المساحه اللي هيقولها لك اهو. فلا تصاحبن الخزنع الفهم المهتم. ايه يا عم؟ لانه هتلر متمرده ان طويل المعشوق. يلا حد فيهم حاجه يا جماعه؟ ما فهمناش حاجه. دي معناها ايه؟ انك مش مريض، لا العيب في الكلمات نفسها. زي ايه بالظبط؟ زي ما قلت لك، انت دخلت الامتحان بصيت على الاسئله كلام ما انزل الله به من سلطان، لانك انت ما قريتوش اصلا، فانت مش هتفهم حاجه انت ما قريتهاش، فيحصل لك حاجه اسمها افتكرها كده ولحد ما تاخد ان شاء الله فيجن وهيرنج، يحصل لك حاجه اسمها وورد بلايندنس. عديت من امتحان الايه؟ التحريق اتعوض في الشفا. يعني انا جالي وورد بلايندنس مش عارف افهم اللي مكتوب قدامي. انا هجاوب بقى مش عارف انا هيقف قدامي في الشفا. اعوض الموضوع مني. تيجي تتسال في الشفا والدكتور لسه بيبدا يسالك تلاقي ايه؟ بقك اتفتح وعينك غمضت وقاعد تخبط دماغك يعني يعمل تفكر. يحصل لك حاجه اسمها وورد ديفنس. يقول لك السؤال بس انت ايه؟ ها؟ انت ما قلتش ولا سمعت قبل كده. سالت السؤال من هنا انت الايه؟ الاسم اصلا غريب لك مكتوب بس تاني يعني لو قالوا لك تاني هتعرفه؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو قلنا مثلا مصطلح كده قلنا مثلا على سبيل المثال ديس دايروكوكاينيزيا. ها؟ لا اللي ما قراش لسه سيربيلا. ديس دايروكوكاينيزيا. يقول لك ديفاين قول يا حبيبي معنى كلمه ديس دايروكوكاينيزيا. انت ما قراش نفس اللي انت عنها. تقول طب معلش قولها كمان مره. يا ابني اسمها ديس دايروكوكاينيزيا. طب عشان خاطر كمان مره. يعني هو لما يعيدها هتعرف انت مش فاكرها وما سمعتهاش. هيحصل لك ايه؟ يحصل لك حاجه اسمها وورد ديفنس. انت ايه؟ انت الباسورد بتاع السماء بتاعك كويس. صح ولا لا؟ لكن مش قادر تفهم ان في اريا اسمها اوديتوري اسوشيشن اريا زي ما هتشوف مش قادره تفهم الكلام اللي وصل لها.
يا اما المشكله فينا يا اما المشكله في الكلام. المشكله في الكلام ما تاخدش. وضحت الصوره يا جماعه؟ فالقصد ايه؟ ان انا بقول لك في نوعين من السبيتش ديزوردر، يا اما مشكله في المصل سواء كونتراكشن او كنترول. زي فاكرين اما نيجي نقول مثلا ايه؟ مشكله في استرجلها لما تيجي تاخدوها، وما جبنا سيره ايه؟ اما واحد لما جبت لكم حاله وقلت لك واحد بيسال بيقول له ايه؟ انا عايز اركب الاوتوبيس اللي اروح كده. ده سكتو او سكاننج سبيتش. ده في مشكله في الكنترول بتاع المصري. فده نوع من الديس ارتر. لكن النوع اللي انا قلت لك مثلا على سبيل المثال واحد عنده ليجن في اريا 4 او اريا 6 عشان ما كلمنا نور اكل. مشكله في السلطر بتاع السبيتش. المصري هتبقى سليم بتاع السبيتش، لكن ما هوش فاهم مش هيعرف يعبر. يبقى يتقال عليها ايه؟ افيزيا. يبقى افيزيا في مشكله في السبيتش ولكن يزود مصر باراليسيس. ويزود مصر باراليسيس. لكن ديسارثريا لا، في مشكله في المصر. ده المصطلح ده هيتكرر على امتداد المحاضرات الجايه ان شاء الله. المهم المواد دي هتقول لك سيتي سبيد كتير وتسيب شكل. يقول لك ممكن اسيب سبيد زي ده. يقول لك اضعف موتور نيرون ليجن due to affection of area 6 is different from other motor neural lesion in internal capsule due to او ايه؟ ايه الفرق بينهم؟ ايه الحاجه الكاركترستيك لاريا 6 ليجن مش موجوده في الابر موتور نيرون ليجن اللي تيجي انترنال كابسول اللي هي الافيزيا؟ يبقى الافيزيا والكونفرجن والكوما دول كاركترستيك مين بالذات الافيزيا؟ دي كاركترستيك لمين؟ ديليجن في اريا 4 واريا 6. خلاص يا جماعه؟ طيب الموتور افكشن بقى المصل يحصل فيها ايه؟ اول ما يحصل نصف بلاند كنترول. انا خلي بالك اول ما تغير عندي يحصل حاجه اسمها نصف بلاند كنترول اوف موفمنت او نصف بلاند موفمنت. ده ولا حاجه اسمها هيميبليشيا. طيب فاكرين الباسواي بتاع الديسندنج تراك البيراميدال والاكسترا بيراميدال؟ كنت بقول البيراميدال بتمشي ازاي؟ مش بتعمل كروسنج للكونترا لاترال سايد؟ يبقى بالتالي لو حصل ليجن في الانترنال كابسول المصل اللي هتبقى افكتد السيل سايد ولا الكونترا لاترال سايد؟ الكونترا لاترال سايد لانها بتعمل كروسنج، صح ولا لا؟ يبقى اول مانيفستيشن عندي حاجه اسمها كروست هيليبليجيا. في كروست بلاريس، في بلاريس ليه؟ وان هاف اوف ذا فيس اوف ذا اوترا لاترا سايد اوف ليجن. يعني بمعنى لو الانترنال كابسول ليجن كانت على الليفت سايد يبقى اتوقع هيليب ليجن هتبقى فين؟ على الرايت سايد، واخد الرايت هاف اوف ذا بادي. وضحت الصوره يا جماعه ليه؟ نتيجه ان الفايبر بتاعت الديسندنج تراك تبقى نازله بتعمل ايه؟ كروسنج للاوترا لاترا سايد. طيب تاني حاجه عندي المصل تو. المصل تو فاكرين احنا بنتكلم في الاسترنش ريفليكس يا جماعه؟ كنت بقول ان الجاما افرنت بتمتاز بان بيجيلها هايبر كنترول، صح ولا لا؟ وكنا بنقول من الحاجات اللي بتزود المصل تو والريفليكس اللي هو الاسترنش ريفليكس كان مين؟ اريا ايه؟ اريا 4، صح ولا لا؟ اريا 4 فاسيليتاتوري للاسترنش ريفليكس، يعني فاسيليتاتوري للمصل تون وفاسيليتاتوري لمين؟ للدايناميك كومبوننت اوف ستريتش ريفلكس اللي هو الايه؟ الجولجي تندون اللي هو التندون جير. كلام كويس. طيب لو حصل بيراميدال تراكت ليجن، لو حصل ليجن في البيراميدال تراكت وكانت الليجن دي في اريا 4 او في الميدالري بيراميد اللي هي بيور بيراميدال تراكت، اتوقع ان التون يحصل فيها ايه والريفلكسز يحصل فيها ايه؟ التون تقل، صح ولا لا؟ تاني عشان انا بقول اريا 4 يا جماعه والبيور بيراميدال تراكت في الميدالري بيراميد الاثنين دول فاسيليتاتي للمصل تون، يعني بيزودوا المصل تون. طيب لو ابر فوتور نيرون ليجن سببها ليجن في اريا 4 او ليجن في الميدالري بيراميد اللي هم فاسيليتاتي، يبقى النتيجه هتبقى المصل تون اخبارها ايه؟ تبقى انفيرتد، يبقى في هايبوتونيا ونفس الوقت يبقى هايبر ريفلكسيا، بس مش ديت الموست كومن.
الموست كومن ان الليجن تبقى في الانترنال كبسول. ركزوا في النقطه اللي جايه دي كتير كتير قوي. ليه في الانترنال كبسول ليجن يبقى فيها هايبرتونيا؟ ليه في الانترنال كبسول ليجن بيبقى فيها هايبرتونيا؟ ابص على الصوره اللي جايه دي. انترنسك اكتيفيتي. انترنسك اكتيفيتي بيبني نفسه بنفسه، ما بيتكلش قوي على عالم الامبلس اللي جاله من فوق. لكن الانهبيتوري ريتيكولار فورميشن اللي هو اللي بلد ده هو لازم علشان يشتغل محتاج انهبيتوري امبلس تجيله من الهاير سنتر. ركزوا معايا، لو انا قلت دلوقتي الجزء التحتاني ده يا جماعه ده اللي بلد ريتيكولار فورميشن، والجزء الفؤالي ده اهو ده الفاسيليتاتوري او البونتاين ريتيكولار فورميشن. الاثنين بيجي لهم اندكس من الهاير سيربلر، سواء من السيربلر كورتكس او الاذر ارياز، سواء البيزا كاندري او السيربلر مثلا. بس قال لك بيمتاز البونتاين ريتيكولار فورميشن اللي هو الفاسيليتاتوري ده ان هو له تحكم ذاتي في نفسه، حتى لو قطع عنه الايه؟ الهاير كنترول يقدر يشتغل. له انترنسك اكتيفيتي، وبالتالي الفاسيليتاتوري ريتيكولار فورميشن از نوت افكتد باي ليجن الانترنال كابسول. لكن الانهبيتوري ريتيكولار فورميشن بيعتمد اعتماد كلي في شغله على الهاير انهبيتوري امبلسز اللي جايله من الهاير. فلما بيحصل ليجن في الانترنال كبسول، ركزوا عشان انا اخلي حد يقول لي السبب ده انا بيتسال. لكن زي ما بقول الانهبيتوري ريتيكولار فورميشن لو حصل فيه ليجن في الانترنال كبسول بيتوقف عن الشغل، لانه بيعتمد على الهاير كنترول. وبالتالي لما يحصل ليجن في الانترنال كبسول بلاقي فيه ثلاث اسباب اساسيين، في اسباب كتير لكن دول ثلاثه اساسيين. اول سبب هتقول ان في سيرتن فاسيليتاتوري نيوكليار موجوده في البرين ستيم بلو سيرتن اوف انترنال كابسول زي ما هو واضح،
ولكنه فاسيليتاتوري لمين؟ للمصل تول. ونطق افكت فبالتالي المصل تول تعمل. الريتيكولار فورميشن اللي هو الفاسيليتاتوري هاز اتس اول انترنسك اكتيفيتي. يعني هو نفسه بيزود الايه؟ المصل تول ويزود هيلب اوف ايه؟ هاي سيلفر. مفيش مشكله هتحصل فيها ليه؟ الريتيكولار فورميشن هو السبب الثالث هاز نو انترنسك اكتيفيتي وبالتالي مش هو شغال. يبقى انا عندي حاجات شغاله بتزود المصل تول وحاجات مش شغاله اللي هي بتقلل المصل تول وبالتالي في الانترنال كابسول ليجن بلاقي في هايبر تونيا وهايبر ريفلكس. اقولها تاني ولا حد هيقولها؟ ها مين يقولها يا جماعه؟ طب مين اللي فين هيرفع ايده يقولها؟ بالراحه كده ركز معايا خصوصا لو انا شايف سيكت الاول. يقول لك ليه اليونيلاترا او الانترنال كابسول كلام مطلق؟ ليه الانترنال كابسول ليجن الاقي فيها هايبر ريفلكس؟ ليه الاقي فيها هايبر تونيا؟ الاجابه واحده. اول سبب ايه؟ كويس. يبقى انا عندي مع سيرت النيوكليار زي الفيستيبيولار نيوكليس موجوده في البرين ستيم مالها بيلوز ليفل في انترنال كابسول وديت فاسيليتاتوري للمصل تول نوت افكتد بار انترنال كابسول ليجن زائد اللي هو البونتاير ريتيكولار فورميشن ده ماله ده برضه نوت افكتد باي ليجن الانترنال كابسول لانه نوت انترنسك اكتيفيتي. الانهبيتوري ريتيكولار فورميشن اللي هو المفروض هيقلل المصل تول هاز نو انترنسك اكتيفيتي وبالتالي ما بيشتغلش لما يبقى فيه ايه؟ لما يبقى فيه انترنال كابسول ليجن. يبقى لما بيحصل انترنال كابسول ليجن في حاجتين شغالين ما بيتاثروش اللي هم الفيستيبيولار نيوكليس ومين؟ والفاسيليتاتور ريتيكولار فورميشن. وفي واحده بتعمل انهبيشن للمصل تول ما بتشتغلش اللي هو مين؟ الانهبيتوري ريتيكولار فورميشن. يبقى ليه دلوقتي بلاقي فيه هايبر تونيا وهايبر ريفلكسيا؟ قلناها يبقى اول حاجه قلنا فيه كروست انبليشيا. كروست ليه؟ وانبليشيا ليه؟ انبليشيا مصر فولنتري كنترول. ليه؟ لان الهايبر تونيا نون افكتد. لان علشان المصر كونتراكت بتعمل كونتراكشن بتو تايبس اوف كونتراكشن. ايه التايبس اوف كونتراكشن بتاع اي مصر في الدنيا؟ سكيلتال مصر. يا اما يبقى فولنتري كونتراكشن يا اما انفولنتري كونتراكشن صح؟ يا فولنتري كونتراكشن يا ريفلكس كونتراكشن. انت دلوقتي لو انت قاعد وعلى بجد تبص من ورا شكك هتبعد ايدك بسرعه. هل انت بمزاجك اللي بعت ايدك ولا ده ريفلكس؟ يبقى التايبس نبص على الصوره اللي وضحت فيها دي التايبس اوف ستريت اوف كونتراكشن يا اما يكون فولنتري يا اما يكون ايه؟ ريفلكس. الفولنتري مصر كونتراكشن علشان يتم محتاج ايه؟ محتاج قطع نيرون ولور نيرون. الفولانتري معناه ان لازم الانبكس توصل منين؟ من السريبرال كورتكس لحد المصل. علشان ده يتم لازم الانبكس تنزل فين الاول؟ للقطع نوتر نيرون. صح؟ ومنها للور نوتر نيرون عشان تروح للمصل. يبقى الفولانتري مصر كونتراكشن محتاج حاجتين. قطع نوتر نيرون ولور نوتر نيرون. امال الريفلكس كونتراكشن نبص على الصوره دي ونشوف اما اقول مثلا على سبيل المثال الوزدرول ريفلكس لو جينا نفتكر كده واحنا بنتكلم في الاسترتش ريفلكس في الريفلكس اكشن والتايبس اوف ريفلكسز جبنا سيره حاجه اسمها وزدرول ريفلكس. واحد يشك الدبوس هيبعد ايده بسرعه. ده بيتم ازاي؟ في ستيمولس اللي هو بين فور ستيمولس في الريسبتور بين ريسبتور في اكشن راح لحد السباينال كور هيعمل ريلي على الانتر نيرون لو تفتكروا. الانتر نيرون هتروح لافرنت صح؟ الافرنت هتروح سبلاي المصل اللي هتعمل كونتراكشن في المصل تعمل ويزدروفر اوف ذا تبعده عن السورس اوف بين صح الكلام؟ هل احتاج اكتر من السباينال كورد نفسه؟ واضح ان في افرنت اهو افرنت وراح على السباينال كورد من الدورسال وورد للانتيريور وورد ورجع. يعني الاثنين دول ده بين
اللي هو الموتور نيرون. هل احتاج السيمبلنج تراك؟ لا. يبقى بالتالي اما المصل تو كونتراكت ريفلكسلي محتاجه ايه؟ محتاجه اللي هو الموتور نيرون ده اساسي. علشان تو كونتراكت بولندر محتاجه اثنين. طيب لو حصل قطر موتور نيرون ليجر يبقى مين اللي هيتاثر؟ الفولنتري كنترول. يعني لو نفترض ان التراك الحمراء تبقى اخضر يبقى فقدنا مين؟ الفولنتري مصر كونتراكشن. طب افرضوا ان دي بتبقى ب 10 يبقى السكتين اتقطع. طب خلي بالك الفولنتري كونتراكشن محتاجه تو تراكس والريفلكس كونتراكشن محتاجه مين؟ يبقى بالتالي في واحده مشتركه اساسيه للاثنين اللي هي اللور موتور نيرون. اللور موتور نيرون از اسينشال فور بوث فولنتري اند ريفلكس مسل كونتراكشن. وبالتالي لما يحصل اللور موتور نيرون ليجن هيحصل ايه؟ هيحصل افكشن للبوث فولنتري اند ريفلكس كونتراكشن. لكن لو حصل اللور موتور نيرون ليجن هيبقى الفولنتري كونتراكشن هو اللي افكتد بس، لكن الريفلكس كونتراكشن شغال. ودي فكره ايه؟ ان المصل مع القطر موتور نيرون ليجن ما بيحصلهاش ايه؟ قطر. انها شغاله. وضحت الصوره يا جماعه؟ غير اللي هو موتور نيرون ليجن. لما اجي اقول على اللي هو موتور نيرون ليجن انا قطعت الميه والنور عليها. قطعت اللي هو موتور نيرون يعني لا هيبقى فيه فولنتري موفمنت ولا ريفلكس موفمنت. المصل ما بتتحركش. هيحصل حاجه اسمها ديسيوز اتروفي. لما واحد يا جماعه لا قدر الله يحصل له كسر ويتجبس شهرين ثلاثة وتيجي تفك الجبس ما بتلاحظش ان العضلات حصل فيها ضمور. ليه؟ لانه ما بيشغلهاش. يحصل حاجة اسمها ديسيوز اتروفي. فاللي عنده لور موتور نيرون ليجن بلاقي ما عندوش لا كونتراكشن فولانتر ولا ريفلكس، يعني مصر مش شغالة. مش شغالة يعني معناها هيحصل ضمور ديسيوز اتروفي. لكن مع القدر موتور نيرون اللي هي حالتنا ديت هلاقي المصل كونتراكت اونلي ريفلكس، يعني في كونتراكشن فيه في المصل غير يحلها في نورمال ميتابوليزم، يعني معناها المصل ضعف ووت افكت اور مينيمال افكت، يعني مفيش حاجه اسمها ايه؟ مصل اقوى. يبقى ما تعمل للاعراض اللي عندها ايه؟ موتور تشينجز القطر موتور نيشن. اول حاجه في كروست امبليشيا بلاقي الجولانتري افكشن اون كونترا لاترال هاف ذا بادي وتمتاز الاذر موتور نيون ليجن لها اكستنسيف ليجن تاخد مساحات كبيره تاخد وان هاف ذا بادي وكره يبقى اكستنسيف كروس نتيجه ان التراك اللي هتبقى افكتد هي اصلا بتعمل كروسنج. المصل تو اوت القاعده بتنتقل كبسوليه الهايبرتونيا وعرفنا سببها ايه. طب هايبرتونيا في حالات ايه؟ قلنا في حالات بيو اريا 4 وقلنا فين؟ في الميدان الليبرال. قلنا رقم ثلاثة المصري ويستنج اللي هو الأسس في ضغط التراسل از نوت ماركت الأبر موتور نيرون ليجن. ووضحناها ليه؟ ليه نوت ماركت؟ لأن زي ما قلنا لأن المصري في الأبر موتور نيرون ليجن ستيل كونتراكت ريفلكسلي. ستيل هاف نورمال بلاد سبلاي. ستيل هاف نورمال ميتابوليزم. نقط صغيرة تتسأل. يقول لك ده المصري الأبر يبقى ايه فين اكتر؟ في القطر ولا في اللور موتور نيرون؟ يبقى في اللور. ليه يعني؟ تقول له ان اللور موتور نيرون از اسينشال فور بوث فولنتري اند ريفلكس مصر كونتراكشن. وبالتالي ليجن فينا يبقى المصر لا يحصل له كونتراكشن فولنتري ولا ريفلكس. لكن في القطر موتور نيرون ليجن بتاعتنا فقد الفولنتري موفمنت لكن الريفلكس كونتراكشن شغال والبلاد سبلاي شغال كويس والميتابوليزم كويس يبقى الحمد لله الامور ايه؟ ماشي. أضغط من المرة اللي فاتت لو تفتكروا افكشن خمس دقايق ولا يا جماعه افكشن اوف لور بار اوف ذا فيس اون ذا كونترا لاترال سايد. فاكرين يا جماعه لما كنت بقول الفيشيال نيرف اليوكس سبلاي ايه اصلا؟ في حاجه اسمها كورتيكو بلبط الكلام ده مش كده خلي بالك يقول لك فيشيال نيرف نيوكليس از سبلايد باي ويتش وان اوف ذا فولوينج تراكتس الكورتيكو سباينا ولا كورتيكو بلبط ولا كورتيكو نيوكليا ولا روكو سباينا مثلا يبقى مين؟ كورتيكو بلبط صح؟ افتكروا بلبط يعني حاجه كبيره كويسه كده كبيره زي كورتيكو بلبط
الكورت والبالبر تاك لو تفتكروا قلت لكم انها بتسبلاي بايلاترالي من كل الكرينيا النيرف نيوكلياي والمودل نيوكلياي اللي بتسبلاي الهيد ما عدا الاكس اكوار ماسل طبعا بايلاترالي ما عدا حاجتين الهايبوبلاسال كلها يونيلاترال بس اللي كونترالاترال واللور هاف اوف ذا فيشيال نيوكلياس بتبقى يونيلاترال انرفيت من الكونترالاترال سايد وبالتالي لو تفتكروا صوره بسيطه هي بتقول لي ايه؟ لما اجي اعمل ديشن فين؟ في الفيشيال نيرف هل تفرق لو هي اول موضوع ديون ديشن من دور موضوع ديون ديشن؟ قبل الكورت والبالبر تراك اتقالت لي 4 ل 6 راحت بنتكلم مع بعض يا جماعه راحت في حاجه اسمها ايه؟ الجينو انترنال كابسول نزلت راحت فين؟ عملت كروسنج في البرين ستيم اغلقت بعض الفايبرز منها تنزل لسرعه لكن اغلقها فيها كروسنج تو سبلاي ديبوتو ميوكولاي هنا بتاعت الفيشيال اهي بس خلي بالك اللور هاف اوف ذا فيشيال نيوكلس اولي سبلاي باي ذيس كونترالاتر كروس ايه يعني كونترالاتر ايه كنت كوبالبر فايبر يعني ما بتاخدش انسلاتر غير الاقرب بتاعها من الناحيتين من الناحيه دي اللي هي بعض الفايبرز اللي بتنزل هنا واللي جايه من الناحيه الثانيه وبالتالي لما يحصل ديجن على هذا السايد لو انا اخد السايد ده مثلا الرايت ارم ده الرايت رايت انترنال كاكسيول ليجن شوفوا عملت ايه ليفت لور فيس افكشن المخز اوف ذا ليفت اسبكت اوف ذا فيس او الليفت هاف اوف ذا فيس ليفت لور هاف اوف ذا فيس الجزء الايه؟ الاسفل من الجنب الايه الشمال ليه؟ لان كروس فايبرز كروس فايبرز وبلاقي لور هاف اوف ذا فيس انه نقرا دي نيرفين امال الاخر هاف افكتد ليه؟ لانه بيلقى دي نيرفين يبقى في الاخر فوتو نيرون ليجن بلاقي افكشن لمين؟ للور هاف اوف ذا فيس في اي مكان في الكونترا لاترال فايبرز يبقى اما اقول مثلا ليفت انترنال كارسول ليجن هتؤدي الى ايه في الفيس؟ الرايت لور هاف اوف ذا فيس افكتو وضحت الصوره يا جماعه؟ طيب لو حصل ليجن في الفيشيال نيرف نفسه بصوا يا جماعه لو سالنا في الامتحان لك فيشيال نيرف بولس او فيشيال نيرف ليجن او افكشن اوف ذا فيشيال نيرف كورس وقال لك مثلا هل بتأفكت اتس لاترال افكشن اوف وان هارم اوف ذا فيس ولا كونترا لاترال افكشن اوف وان هارم اوف ذا فيس ولا كونترا لاترال افكشن اوف لور هارم اوف ذا فيس ولا اتس لاترال افكشن اوف لور هارم اوف ذا فيس اما يجيب سيره فيشيال نيرف افكشن يقصد اللور هارم اوف ذا فيس كلمه فيشيال نيرف افكشن يقصد الفيشيال نيرف نفسه يبقى لور هارم اوف نيرون لو قلنا لك ابر موتور نيرون هيحدد يقول لك ابر موتور نيرون ليجن اوف تو فيشيال نيرف او اوف فيشيال نيرف يبقى تاني اللور موتور نيرون ليجن من فيشيال نفسها نفس المسار بتاع فيشيال نيرف ليجن او فيشيال نيرف بولسي الحاجه اللي هتسمع عنها حاجه اسمها بيلز بولسي هتسمع عنها في الايه؟ في المعمل ان شاء الله في العملي هتؤدي الى ايه؟ اتسي لاترال افكشن اوف ذا سيب اوف وان هاف اوف ذا فيس المخزن اوف ذا سيل سايد بتاعت الفيس او بقى الصوره تبقى يعني ليه؟ لان دي شكل اللور ممكن تروح نفسها المصل النيرف نفسه اللي رايح بيغسل الايه؟ العضلات ده افكتد يبقى السايد ده هيبقى هو اللي افكتد يبقى تاني افرق ما بين الابر موتور نيورون ليشن اوف فيشن نيرف ولور موتور نيورون ليشن لور الابر موتور نيورون ليشن النتيجه الافكشن هتبقى كونترالاتر بس هيأثر على ايه؟ على اللور هاف اوف ذا فيس اون ذا كونترالاترال سايد ليه؟ لان في كروسنج طيب اللور موتور نيرون ليجن اوف فيشيال نيرف هتعمل اكسي لاترال لان اللور موتور نيرون ما بتعملش كروسنج هل انتوا شفتوا اي لور موتور نيرون يا جماعه بنقول بتحصل ده هي خرجت بره الاي سي ان اس اصلا يبقى اللور موتور نيرون ليجن ما فيش فيها كروسنج فالمانيفستيشن بتاع الليجن اوف لور موتور نيرون از اكس لاترال ودي خدوها فرق بين الاثنين اما اقول ابر موتور نيرون ليجن يبقى النتيجه بتاعتها كونترا لاترال الليجن او المانيفستيشن هتبقى كونترا لاترال
لكن لور موتور نيون ليجن المانيفستيشن بتبقى اكس لفظه. نضحك الصوره يا جماعه. والصوره كانت في المنظر الثاني على الشكل ده، وضحنا لنا الفشله نرجع فشله عشان هذا موتور نيون هذا موتور نيون. طب الصوره دي بتوضح لي برضه نفس الكلام اهو عن وان سايد افكتيف اللي هو فين؟ من فوق اللور موتور نيون ليجن ومن فوق الابر موتور نيون ليجن. اللي فيها اول مره افكتيف على السيم سايد اوف ليجن يبقى دي مين؟ لور موتور نيون. انا اول مره افكتيف على السيم سايد اوف ليجن يبقى دي لور موتور نيون ليجن. طيب هنا الليجن كانت فين؟ الاندرنا كانت فوق. في حصل كروسنج اهو يبقى ان هو فين؟ الكونترا لاترا سايد يبقى دي الابر موتور نيون ليجن. يبقى لما اقول ابر موتور نيون ليجن يبقى المانيفستيشن اكروس تبقى في الكونترا لاترا سايد. دي افكت ايه؟ اللور اب اوف ذا ليست من الكونترا لاترا ايه؟ كونترا لاترا سايد. كلام كويس. يبقى الموتور افكشن ده ناوي يا جماعه. قلنا عندي ايه؟ افكشن للور اب اوف ذا ليست في الكونترا لاترا سايد. انا خلي بالك الابدومينال والثوراكيك ماسلز اند سفنكترز are bilaterally innervated وبالتالي مع اليونيلاترال ليجن في الانترنال كبسول هلاقوهم ايه؟ نوت افكتد. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى تاني دي سمرايز عشان كده السيده سؤال صغير قوي بس شرحه. يقول لك موتور تشينجز في الابر موتور نيرون ليجن. حاله الابر موتور نيرون ليجن ايه الموتور تشينجز اللي بتحصل؟ يبقى اتكلمنا على كروس ديمبليجيا سببها ايه؟ يعني ايه؟ بليجيا اساسا يعني ايه بليجيا؟ الماسل تون تشينجز ثم الماسل تيستنج هل بيحصل ولا ما بيحصلش؟ واخيرا اتكلمنا على الافكت اوف ليجن في الفيشيال نيرف نفسه او في الابر موتور نيرون ليجن لون ثم الابدومينال اند ثوراسيك ماسل اند سفنكتر افكشن. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على موتور افكشن ان كيس اوف ابر موتور نيرون ليجن. طب ايه هي التشينجز في الريفلكسز؟ حاجه اسمها ديب ريفلكس، حاجه اسمها سوبرفيشال ريفلكس، في حاجه اسمها كونيك نيك ريفلكس. قال لك بالنسبه للديب ريفلكس اتفقنا من شويه ان انا قلت في حاجه اسمها هايبرتونيا، فاكرين لما قلت لك في هايبرتونيا؟ هايبرتونيا سببها ايه؟ سببها ان انا عندي في فيستيبيولار نيوكلس وجليفر نيوكلس شغاله وما اتدمرتش لانها بلوزه ليفل اوف انترنال كبسول. سببها ان الفاسيليتاتور ريتيكولار فورميشن شغال ولو انترنسك اكتيفيتي لوحده. سببها ان الميدالري ريتيكولار فورميشن ستوب وركينج لانه متطفل محتاج هاير كنترول فبالتالي هيبقى التون عاليه. نفس الكلام مع البريندل جيرج. احنا قلنا يا جماعه لسه قايل كمان من شويه ان انا عندي حاجه اسمها الاسترتش ريفلكس فاسيليتيتد بهاير كنترول، صح ولا لا؟ اللي هينطبق على المصري التون اللي هو مين؟ الستاتيك كومبوننت اوف ستريتش ريفلكس هينطبق على الديناميك كومبوننت. يبقى نفس اسباب زياده المصل تور هي نفسها اسباب الاكساجريتد تندونجير. سببها ايه؟ ان انا عندي مثلا في فيستيبيولار نيوكلاس شغاله. سببها ايه؟ ان انا عندي فاسيليتاتور ريتيكولار فورميشن شغال. سببها ايه؟ ان الانهبيتور ريتيكولار فورميشن مش شغال. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى بلاقي في اكساجريتد تندونجير وبلاقي في ابنورمال ريفلكس اسمه وهناخده في العمل ان شاء الله حاجه اسمها كلونس. ده كاركترستيك فيتشر للابر موتور نيرون ليجن. لو انا عملت الصدم من تين ستريتش، بصوا كده يا جماعه، لو انا تخيلت ديت دي عباره عن السول اوف ذا فوت رجلين، وانا جيت ده وقمت عامل صدم من تين ستريتش، يعني انا قمت ايه عامل دورس فليكشن للايه للفوت كده ودلتني ضاغط، الطبيعي ما يحصلش حاجه. لكن لما بيبقى ابر موتور نيرون ليجن بيبقى الترنيتنج كونتراكشن اند ريلاكسيشن، تقدر تتراك ايدك مش كده، في كونتراكشن وريلاكسيشن. يبقى الكلونس معناه في الترنيتنج ريزمك كونتراكشن اند ريلاكسيشن ان ريسبونس تو سادن مينتين ستريتش. تاني الترنيتنج كونتراكشن اند ريلاكسيشن ان ريسبونس تو ايه؟ سادن مينتين ستريتش. ده بتحصل فين؟ مينلي في الابر موتور نيرون ليجن. في منها نوعين وهندرسهم في العمل ان شاء الله. في حاجه اسمها ها ده اسمه ايه؟ ده تيلر كلونس، وحاجه اسمها الانكل كلونس، ده هنشوفهم في العمل ان شاء الله. يبقى ده اب نورمال لو تفتكروها جبنا سيرتها واحنا بنتكلم في الكلاسيفيكيشن اوف ريفلكس
قلت لك ديت abnormal deep reflex. فاكرين لما بقسم الريفلكس اللي قلت لك فيه سباينال ريفلكس فيه ايه؟ هايبوثلامك في ميدالك او في برين ستيم. في السباينال كنت بقول فيه سوبرفيشال وديب وفيسرا. في الديب قلت لك في حاجات نورمال وحاجات ابنورمال. الابنورمال زي الفليرسون وزي الكولونس. يبقى الكولونس لو سالناه ام سي كيو ممكن يتسال يقول لك الكولونس عباره عن ايه؟ تقول له عباره عن ابنورمال ديب سباينال ريفلكس. Alternating rhythmic contraction and relaxation in response to sudden maintained stretch. وده characteristic feature من upper motor neuron lesion. طيب superficial reflexes هيحصل inhibition للabdominal والcremastic reflexes. Inhibition ليه؟ لأن هذه الريفلكسز كان نازل لها facilitatory impulses من الهاير سنتر تعمل لها كنترول. فقطعنا الفاسيليتيشن يحصل انهبيشن، ده سبب. الكتاب عندكم كاتب لكم سبب تاني. يقول لك ان ايه؟ ان بيبقوا انهبيتد نتيجه ان في تون عاليه تسبستستي، التون عاليه مخليها ايه؟ مفيش ريسبونس للمصدر. لكن اللي بيفكر واللي ذاكر واللي سامع معانا المحاضره يقول لي بس انت يا دكتور لسه من شويه قايل لي ان الابدومينال والثوراتيك ماسل بار بايلاترالي انفيتد، يعني نوت افكتد ان بايلاترال ليجن اوف انترنال كابسول، صح ولا لا؟ يبقى الاجابه بسيطه، تقول له لو في بايلاترال افكشن هيبقى الريجيديتي موجوده لو في بايلاترال افكشن للانترنال كابسول ليجن. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى ده بيعمل على ايه؟ انهبيتد ابدومينال اند ماسل. طب في حاجه اسمها بوزيتيف بابليستي سايد وحاجه اسمها تونيك ليك ريفلكسز مع بعض. البابليستي سايد والتونيك ليك ريفلكسز الاثنين دول بريمتيف ريفلكسز. بريمتيف ريفلكسز يعني ايه؟ بيبقوا موجودين في العيل اللي لسه مولود. دول نورمالي موجودين في العيل اللي لسه مولود. البيراميدال تراكت علشان بتبقى نوت فولي مايلينيت زي ما افتكرنا قلنا المره اللي فاتت 60% من الفايبرز بس اللي بتبقى مايلينيتد افتر بيرث ويحصل لها كومبليت مايلينيشن ودين 1 يير، يعني في خلال 6 شهور تبدا يختفي الايه؟ البريمتيف ريفلكسز دي. يبقى دول سواء التونيك ليك ريفلكس او البوست جابينسك سايد دول اساسا نورمالي موجودين في السنه الاولانيه بعد الولاده. طيب في الابر موتور نيرون ليجن هيظهروا تاني، هيحصل لهم ري ابيرنس. ليه؟ زي ما قلت لكم قبل كده ان غاب القط لعب يفاق. يعني ايه؟ يعني اساسا البيراميدال والاكسترا بيراميدال وظيفتهم انهم يعملوا لهم انهبيشن، صح الكلام؟ ركزوا عشان برضه الفانكشن اوف بيراميدال والاكسترا بيراميدال بتصير كتير برضه اسئله ايه؟ سواء النظري او الانسكيو او شكلي. فانكشن اوف بيراميدال ولا فانكشن اوف اكسترا بيراميدال. المهم طيب التراك تتقطع، يبقى بالتالي الريفلكس ديت هترجع تظهر تاني. طيب هي عباره عن ايه؟ دي عباره عن ايه؟ قال لك خلي بالك البوست جابانيسك ساين ديت بتبقى ابنورمال بلانتر ريفلكس. يعني ايه؟ هو البلانتر ريفلكس العادي نورمال ايه؟ ها؟ ان انا دلوقتي لو عملت سكراتش لللاترال اسبكت اوف ذا سول اوف ذا فوت، لو انا قلت ديت السول اوف ذا فوت ودي اللاترال اسبكت، جبت مفتاح او بلانت اوبجيكت وعملت سكراتشنج لللاترال اسبكت اوف ذا سول اوف ذا فوت باي ذيس بلانت اوبجيكت، الطبيعي ان يحصل بلانتر فليكشن. ده الطبيعي. طيب في الابر موتور نيرون ليجن اصلا التراكت اللي كانت مانعه البابينيستي مش شغاله، فهتظهر يبقى ابنورمال ريسبونس. اما اجي اعمل ايه؟ ها؟ اما اجي اعمل سكراتشنج لللاتر اسبت اوف ذا سول اوف ذا فوت باي بلانت اوبجيكت هيحصل دورس فليكشن اوف بيك 2، ده دلاله ان البيراميدال تراكت افكت. ممكن هو ده بس اللي يحصل والباقي ما يحصلش. يبقى قال ده بينسكي ساين بوزيتيف ان ذا فورم اوف دورس فليكشن اوف بيك 2 انديكيتنج بيراميدال تراكت ليجن. ممكن تبقى اكمبلت باي فاننج اوف اذر توث، ولو حصل دي يبقى دلاله ان الاكسترا بيراميدال افكت. يعني انا لو لقيت البوست بابينسكي ساين ان ذا فورم اوف دورس فليكشن اوف بيك 2 اند فاننج اوف اذر توث دي معناها ميكسد ليجن. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى ظهرت ليه؟ لان التراكت اللي كانت منعاها مالها؟ اتقطع. فان. نعم؟ فان عامل زي المروحه. فان
تتوسع كده يعني زي دور سيفليكشن وفاني كده فاهم. انت عارف المروحه الريش بتاع المروحه خلاص ها واضحه يا جماعه فين المروحه عامله الريش بتاعها مفروضه كده صح. في مشكله كده في البابينسكي كلام كويس. طيب التونيك نيك ريفلكس ركزوا معايا عشان سهله وبسيطه. التونيك نيك ريفلكس عباره عن ريبيتيف ريفلكس زي ما لسه قايل هتبقى موجوده في النيوبور هتختفي في خلال سنه بدايه من ست شهور لحد سنه تبدا تختفي. ليه؟ لان خلاص البيراميدال اكسر البيراميدال منعينها. طيب حصل ابر موتور نيورون ليجن هيحصل لهم ري ابيرنس ان ذا فورم اوف ان ذا فورم اوف ايه هو التونيك نيك ريفلكسز؟ قال لك خلي بالك بصوا يا جماعه لو تخيلت ان المريض عنده ابر موتور نيورون ليجن وده ذيس از ذا سايد فيه نبليجيا هنا قال لك بياخد وضع غريب. لو انت جيت وانت محرك دماغه انت اللي حركت دماغه ناحيه الديسيز دي سايد بيحصل ايه؟ هو اصلا لما هتاخده المره الجايه ان شاء الله في الانترنال كالكوليشن وهتاخده في الانترنال في الكومبليت ترانسكشن في سباينال كورد هتلاقي العيان ده هو واخد فليكشن اتيتيود في ايديه هتلاقي ايديه كده في فليكشن في الابر ليمب كده. فانت لو حركت دماغه ناحيه الديسيز دي سايد بيعمل ابدكشن and extension. تخيل ايه؟ ده الديسيز سايد اوت. ابر موتور نيورون ليجن وده الافكتد ليم. افكتد سايد. انت حركت دماغه تيرنينج ده هيت وده افكتد سايد. الصوره اللي حاططها هنا تيرنينج ذا هيت وذا افكتد سايد هيحصل ايه؟ لما حركنا دماغنا ناحيه الافكتد سايد عمل ادكشن يعني بعد ايديه اكستنشن او اكستنشن اند ابدكشن. طيب حركتها ناحيه الديفيس سايد عملت له ايه؟ ها ادكشن اند مور فليكشن. بشبهها ده عشان ما ننساش لان انت ساعه الحق الله يدخل في بعض. بمنتهى البساطه اكيد في دكتور قاعد يشرح وفي حد دخل ما عجبوش. فاللي ما عجبوش ده هو الديسيز دي سايد صح؟ هو كان بيشرح ويكتب فهيبص له ويقول له صح؟ بص له كده عمل ادكشن اند اكستنشن مشي وقام تاني ايديه تاني وبدا يكده ادكشن اند مورفكشن عشان نفتكرها بس وتحط الصوره يا جماعه. يبقى يحصل ايه لو تيرن زي كده افكتد سايد وبعد الصوره ثانيه واضح توضح للدي اهي ان عمل يعني دي واضحه ولا تخلي دي احسن؟ دي اوضح يعني ناحيه اللي فوق دي ناحيه الافكتد سايد فعمل اكستنشن اند ادكشن. ناحيه النيكس سايد عملت عملت فليكشن اند ادكشن او ادكشن اند مور فليكشن بالشكل ده كده. يبقى كده ناحيه الايه؟ ديزيز سايد كده ناحيه الايه؟ النيكس سايد. الامور سهله ولا صعبه يا جماعه؟ يبقى ده اللي انا بقول عليها الايه؟ الريفلكس افكشن او تشينجز ان الريفلكس. الديب ريفلكس بتحصل لها اكستنشن وابنورمال ريفلكس لايزر هو تاكل كلوز السوبرفيشال ريفلكس هيبقى انهبيتد ابدومينال كريماستري. طبعا الكريماستري ده في الميل ولا في الفيميل؟ في الميل. عارفين الكريماستري يا جماعه؟ ايه هو الكريماستري ريفلكس؟ سكراتشنج للميديا الاسبكت اوف ذا ساي هيعمل ايه؟ كونتراكشن اوف كريماستري ماسل في الميل فيعمل انيفيشن اوف ذا تيستيكل في الجزء الاسمينين صح ولا لا؟ فبالتالي هيبقى ايه؟ انهبيتد ويبقى لابس سنبوستد وهيبدا يحصل هيظهر التونيك نيك ريفلكسز وعرفت هما ايه وبيظهروا ليه وعرفت انها عباره عن بريمتيف ريفلكس. ادي الوضع الايه الابدومينال سكين ريفلكس جبنا سيرته قبل كده وادي الكريماستر ريفلكس الانجل كريماستر زي ما انت شايف بتعمل سبلمنتين دورس ريفلكشن للفوت بيحصل ايه؟ الترنيتنج كونتراكشن اند ريلاكسيشن في مين؟ في الديزيز دول. وقال ايه؟ واضح او فاني لو كان بيسال على فاني ايه؟ فاني فاني تو دورس ريفليكشن بيك تو اند فاني اوف ايه؟ اوف اذر تونز. طب رياكشن افكت المصل تو الكتريك كارد. قال لك خلي بالك الابر موتور نيورون ليجن بتقفل عن اللور موتور نيورون ليجن في ايه؟ ان لسه اللور موتور نيورون بصحتها المصل بصحتها مفيش فيها اطروفي صح ولا لا؟ شغاله لان شغاله ليه بتكفي. فبالتالي الريسبونس تو ها
ريسبونس تو الكتريك كارنت بيبقى نورمال. فهلاقي نورمال اكسايتابيلتي اند كروماكس. حد يعرف يعني ايه كروماكس؟ كلام جميل. يعني نبص على الكيرف ده علشان نعرف يعني ايه ريبيز ويعني ايه كروماكس. كان في حاجه اسمها ايه؟ سترينث ديوريشن كيرف. واحنا بناخد في النرف والمصل. اللي تحت ده بيمثل ايه يا جماعه؟ الديوريشن. اللي فوق ده بيمثل ايه؟ الاسترينث اوف ستيمولس. يبقى ده ديوريشن وده استرينث اوف ستيمولس ابلاينج. الكونتراكشن اللي حصل عليها في الهواء زي اكيد زي الانفرس ريليشن كده وبعدين نزلت الليل. فقال لك خلي بالك ذا مينيمال استرينث اوف ستيمولس اللي هتبقى صف دي سفشن تو جيت ذا ريسبونس بتاعها للبيز. يبقى الريوبيز عباره عن مينيمال استرينس اوف ستيمولس جيت ايه ريسبونس. رحت اصل مصر كنت رايح صح؟ طيب لو انا شفت الديوريشن بتاع الانتنسيتي دبل ريوبيز يعني الريوبيز كان من جزء ده الانتنسيتي دي لو انا استخدمت دبل ريوبيز دلوقتي في ايه لحد فوق هنا كده الديوريشن مش عايزها تبقى حاجه اسمها كروماكسي. يبقى الكروماكسي هي عباره عن ديوريشن اوف دبل ريوبيز. طب ايه هو الريوبيز؟ المينيمال سترينث اوف ستيمولس سفشنت تو جيف ريسبونس. طب الكورنكس دي اهميتها ايه؟ بتعتبر مقياس للتيشو اكسايتابيلتي. في علاقه عكسيه انفيرس ريليشن ما بين التيشو اكسايتابيلتي والكورنكس. لو الاكسايتابيلتي زادت الكورنكس الديوريشن بتاعته تقل والعكس. فانا دلوقتي هلاقي في ارض نورمال مفيش شيء فنورمال اكسايتابيلتي اند كورنكس. نو فايبريليشن او فاسكوليشن. تعرف يعني ايه حاله فايبريليشن او فاسكوليشن؟ الريسبونس تو فرادك كارنت. فرادك اللي بقول عليه انترميتنت كارنت اللي هو التيار المتقطع. بيبقى الريسبونس ايه؟ تيتانيك كونتراكشن اللي هي مينتيند كونتراكشن. ريسبونس تو جالفانيك كارنت. الجالفانيك كارنت يا جماعه علشان اللي هو التيار المستمر. التيار المستمر في حد ذاته كده ما يديش ريسبونس. لازم يبقى انترابتد. يتقال عليه انترابتد جلفانيك كارنت. انترابتد يعني ايه؟ يدي ريسبونس وانا لما اجي اعمل كلوجر للسيركت بتاعت الكهرباء او لما اجي اعمل اوبننج. ولذلك في حاجه اسمها ها اللي هي الكاثودال كلوزنج كونتراكشن وكاثودال اوبننج كونتراكشن وحاجه اسمها انودال. لو انا هقفل عند الانودال انودال كلوزنج كونتراكشن ولو هفتح عند الانود يبقى انودال اوبننج كونتراكشن. يبقى ده بيتقال عليه انتربتد جالفانيك ريسبونس. المهم النورمال الكلمه اللي عايزك تعرفها ان النورمالي المصل بالاستجابه بتاعتها الكاثودال كلوزنج كونتراكشن بيبقى اقوى من الانودال كلوزنج كونتراكشن. ده النورمال. العضله الطبيعيه الاقي الكاثودال كلوزنج كونتراكشن از مور ذان انودال كلوزنج كونتراكشن. الكلام ده لازم افهمه من جوه من جوه ايش؟ هل نفس المواصفات؟ طيب كلمه فايبريليشن وفاسكوليشن بقى فاكرين في الهارت جنب الفاسكولار سيستم يا جماعه؟ كنا بناخد مصطلح اسمه فنتريكولار فايبريليشن. فاكرين الكلمه دي؟ كان فايبريليشن دي عباره عن ايه؟ هل هي ريجولار كونتراكشن ولا كانت الريجولار؟ الريجولار. هل لسنجل ماسل فايبر ولا كانت لمصر فايبرز كتير؟ الهارت يعتبر از وان سنسيتي يبقى اكن سنجل فايبر صح؟ يبقى الفايبريليشن نفس الكلام هيصطلح هنا وعباره عن الريجولار انفيزبل كونتراكشن اوف ا سنجل مصر فايبر. يبقى هو الريجولار وايه؟ انفولنتري مش بمزاجك وانفيزبل ما يتشافش بالعين والايه سنجل ماسل فايبر. امال احنا عرفناه ازاي؟ ريكوردد بحاجه اسمها الكترو مايوجرافي. السنه اللي فاتت كنت بتاخده في اخر النيرف والمصل في حاجه اسمها الكترو مايوجرافي والكترو مايوجرافي والكترو مايوجرام بنرسم العضلات. فبالتالي الديفينيشن الفايبرينيشن هي عباره عن الريجولار ان كوردينيتد كونتراكشن اوف ا سنجل ماسل فايبر. والاحداث بانها ايه؟ invisible
ده عملناها ريكوردنج بالاي ام جي الكترو مايوجرام. مايوجرام 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 المايوجرام اللي هو الجهاز، مايوجرام الرسمه اللي قدامي. المهم وده انديكيشن سببه ايه؟ في دينيجريشن هيبقى موجود فين؟ في الاذر موتور نيرون؟ لا، في موجود في اللور موتور نيرون، لان المصل نفسها حصل فيها دينيجريشن لانه هو ساين اوف دينيجريشن. يبقى تاني في الاذر موتور نيرون ليشن قلت مفيش فايبريليشن لان مفيش دينيجريشن للمصل، وبالتالي مش هلاقي فيه فايبريليشن، مفيش فيه انفيزيبل انكوردينيتد كونتراكشن اوف سنجل ماسل فايبر لان مفيش دينيرفيشن فايبر سنسيتيفيتي اصلا. طيب امال الفاسيكوليشن، عارفين كلمه فاسيكل؟ فاسيكل يعني جروب او بلدنج اوف فايبرز. الفايبريليشن كانت ابنورمال موفمنت بتحصل في سنجل ماسل فايبر، الفاسيكوليشن لا، ده فيزيبل سبونتينس كونتراكشنز ان سمول جروب اوف ماسل، مش سنجل ماسل فايبر بس، لا دي جروب اوف ماسل وبتبقى ايه؟ فيزيبل، عشان اقارنها فيزيبل، ها فيزيبل مالها؟ كونتراكشن دي فين؟ في سمول جروب اوف ماسل، فيزيبل سبونتينس كونتراكشنز ان سمول جروب اوف ماسل، ودي كاركترستيك فيتشر للور موتور نيرون ليجن في دينيرفيشن برضه. لكن في بعض الاوقات ما تروحش واحد كده يدخل لجنه شفا، جربتها في سنه اولى، تدخل لجنه الشفا يقول لك انا ايه اول ما سالني سؤال حسيت ان جسمي كله بينفض كده، حسيت ان عينيا في رفه في عينيا كده، ما تحسوش بالحكايه دي ساعات؟ طيب لا انا حسيت ان ايه؟ ان في حاجات في العضلات، في حاجات كده اتحركت لوحدها كده، في رفه في عينيا، في رفه في الايه؟ العضله كده، في جزء اتحرك لوحده كده، رفه بيقولوا عليها حتى المصطلح العام بتاعنا يقول لك رفه في العضله، يعني جزء اتحرك كونتراكشن بسيط قدامك كده، العضله ما اتحركتش كلها، لا انت حسيت ان في حاجه اتحركت كده. خلاص؟ دي بالتالي ممكن تحصل في حالات نورمال، بالذات الناس اللي في ستريس، توتر او قلق او عصبيه. يبقى فاسيكوليشنز معناها في فيزيبل سبونتينيوس كونتراكشنز في سمول جروب اوف ماسل، وده انديكيشن اللي هو الموتور نيورون ليجن، مش موجوده في الموتور نيورون ليجن، لكن ممكن تبقى موجوده ايه؟ نورمال. يبقى الفاسيكوليشن غير الفايبريليشن، الفايبريليشن ده سنجل فايبر وانفيزيبل، وده انديكيشن اللي هو الموتور نيورون ليجن بس، لكن الفاسيكوليشن ممكن تبقى نورمال صح؟ وفيزيبل وبتأفكت سمول جروب اوف ماسل. خدوا نفس عميق وسبرايز، لان بصوا ما عادش لغط النيرون حاجات بسيطه جدا مقارنه باللغط. طب مجرد اقول لك ديت، خلي بالك دي كانت كذا دي بقت كذا. تو سبرايز الاذر موتور نيرون ليجن، اول حاجه اديتها ديفينيشن، ايه هي الكوزس النص كومان كوزس طبعا، ايه هي المانيفستيشن، في المانيفستيشن اتكلمت على مين؟ اتكلمت على الموتور افكشن، خليك منظم في كلامك في مذاكرتك، في موتور افكشن، في ريفلكس افكشن، في ريسبونس تو الكتريك كارنت صح؟ احنا قلنا الكلام ده يا جماعه، وقلنا هناك كاركترستيك افكشن لاريا 4 اريا 6. هنا نفس الكلام اللي عايز اتكلمه، عايز اعرف ديفينيشن، عايز اعرف كوزس، عايز اعرف مانيفستيشن. لور موتور نيرون ليجن معناها في ليجن افكتد لور موتور نيرون، اللي هي من فين؟ يا اما من الانتيريور هورن سيل وفي سباينال كورد لحد المصل، يا من الموتور نيوكلياي اوف كرينيال نيرفس لحد المصل. وزي ايه عشان لو حد سالك؟ قلنا الكورتيكو ايه؟ بلبر والكورتيكو نيوكليا، اللي هو الموتور نيورون يبقى بتاعت الكورتيكو بلبر، الجزء اللي هيبقى اللي هو الموتور نيورون عندها اللي هي النيرف فايبر اللي هو الكرينيال نيرف اللي هيسبلاي اللي هي دندنيك معاه اكسترا اوكيلار ماسل. طب الكورتيكو نيوكليا اللي هو الموتور نيورون اللي هتكمل بها اللي هي هتسبلاي الاكسترا اوكيلار ماسل اللي هي الاوكيولار كرينيال نيرفز اللي هو الثالث والرابع والسادس. طب الكورس، الكورس اوف لور موتور نيورون ليجن، الرسمه دي تحت خاصيتها اللور موتور نيورون هو دي عالي، لو انا حطها قطع من الانتيريور رابع سيتي في سباينال كورس هتمشي في سكتها لحد ما تروح للمصل، عند المصل في موتور اندبليت صح؟ ثم المصل. اللور موتور نيورون ليجن معناها اي ليجن بدايه من الانتيريور بونج سيل لحد المصل في حد ذاته. فلو حصل ليجن في الانتيريور بونج سيل، وده اكتر في الناس اللي قدر الله هو البوليوميلايتس هو شلل الاطفال، فيروس بيأتاكي الانتيريور بونج سيل بيدمرها.
يبقى هيؤدي الى لور موتو نيرون ليجن. طيب لو حصل ليجن للنيرون نفسها نيورايتس مثلا انفلاميشن ادى الى افكشن او انجري لاي سبب تيومر ضغطت وقطعت النيرف ده لاي سبب يبقى نيرونال افكت رقم اثنين. ثالث حاجه عندي في مرض في نيورو ماسكولار جانكشن. فاكرين يا جماعه كان فيه سيرتن ديسوردر بيأفكت الايه الموتور انت بليد وكان اوتو اميون وفي مشكله في الاسبير كولين. ها مايا مايتين ميتس اللي كنا بنقول يا جماعه ما تدمرت كومن في الفينيل وفرحوا واحفظوها قالوا بتسيبوا دي وده من الحاجات الكومن في الفينيل مايتينيا جريفز صح الكلام؟ في المصل لو حاجه اسمها مايوباثي في مرض في المصل نفسه يبقى ديت كوزس اوف لور موتور نيرون ليجن اكيد بقى كده ديت جريد ديفرنت من الابر موتور نيرون ليجن. ممكن اسال سؤال يقول لك ويتش وان اوف ذا فولوينج جهاز ان ابر موتور نيرون ليجن ويقول لك مثلا ليجن الاريا 4 يقول لك افكشن الفير هورن سيل نيرف فايبر افكشن مايوباثي يبقى افكشن الاريا 4 مثلا وهكذا. ويتش وان اوف ذا فولوينج جهاز الابر موتور نيرون ليجن يقول لك مثلا ايه اريا 4 ليجن انترنال كابسول ليجن ميدالية ليجن ما يوصل يبقى مين؟ الصورة تسيل ازاي؟ كلام كويس. المانيفستيشن مش تاخد وقت خالص يا جماعة. هي عبارة عن المانيفستيشن مش لايك لما كل المانيفستيشن بتاعت اللي هو موتور نيرون وطالبها في نفس الوقت بتخبر موتور نيرون. الموتور افكشن هناك كان فيها هايبرتونيا في الانترنال كابسول ليجن ولذلك كانوا بيسموها سباستيك باراليسيس في لوسوف ولاندا ريموفل اتمر باي انجليز الماسل 2 هنا في باراليسيس ولكنها اسمها فلاسيد 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 لان في هايبوتونيا او حتى بنقول عليها ايتونيا التون قليله جدا لو تفتكروا احنا بنتكلم في الاسترتش ريفليكس كنا من ضمن كلينيكال ابنورماليتيز ان في حاجه اسمها ايريفليكسيا لو تفتكروا كان من ضمن اسبابها اللي هو الموتور نيرون ليجن فبالتالي بلاقي فيه فلاسيد باراليسيس. فلاسيد باراليسيس معناها ايه؟ في نص الفلان كان ممكن اتعمل باي هايبو تونيا او ايفن ايتونيا. وضحت الصوره يا جماعه؟ ايتونيا اللي تحتها ايتونيا سببها ايه؟ انت لو قطعت مين؟ قطعت النيرف سبلاي نفسه دي النيرفيشن المصل فقدت الايه؟ فقدت الموفمنت ما عادتش حتى لا فيه كونتراكشن لايه؟ ليه؟ ريفلكس ولا فلان السكه كلها ففك ده التون انت قطعت الريفلكس نفسه فاكر الاسترتش ريفلكس انت قطعت الباسوي بتاعه قطعت الكهرباء هتبقى في النور ازاي؟ طيب ماسل ويست الكلام منطقي ليه في اللور موتور نيرون ليجن في ماسل ويست؟ لان ما عادش فيه لا فولنتري كونتراكشن ولا ريفلكس كونتراكشن مش احنا قلنا يا جماعه الاذر موتور نيرون از اسينشال فور فولنتري كونتراكشن لكن اللور موتور نيرون اسينشال فور بوث فولنتري اند ريفلكس كونتراكشن. طب انت قطعت الايه؟ اللور موتور نيرون العضله العاده هيحصل لها كونتراكشن فولنتري ولا ريفلكس دي؟ هيحصل عندها حاجه اسمها ديسيوز اتروفي. يبقى ديسيوز اتروفي از ا كاركترستيك فيتشر اوف ويتش وان اوف ذا برونج ليجن. ممكن يقولها لك فاهم كده؟ ديسيوز اتروفي از ا كاركترستيك فيتشر اوف ويتش وان اوف ذا فولوينج ليجن. انترنال كابسول ليجن ولا نيوسل ريبنر ليجن ولا اريا 4 ليجن ولا اريا 6 ليجن ولا انتيريور هورن سيل ليجن يبقى انتيريور هورن سيل ليجن. يعني السؤال ممكن يبقى طريقه غير مباشره انك عايزه تعرف ان الحاجات اللي عندهم دول هم اسباب ايه؟ ابر موتور نيرون ولا لور موتور نيرون؟ وضحت الصوره؟ كلام كويس. ثم اتس لاكرا افكشن اللي قلناه في الابر موتور نيرون ليجن اوف ذا فيشيا بلاقي في ايه؟ كونترا لاترال افكشن اوف لور هاف اوف ذا فيس. في اللور موتور نيرون ليجن وان هاف اوف ذا فيس اون ذا ابسي لاترال سايد. يعني لو الفيشيا نيرف رايح مغذي دور كده هيحصل ايه؟ ما يتقطع خلاص العضلات اللي بيغذيهم ما عادتش شغاله على السيم سايد. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى تاني الموتور افكشن لاسيد باراليسيس ايتونيا ماسل ويستنج ديسيوز اتروفي افتراض افكشن اوف وان هاف اوف ذا ايه؟ اوف ذا فيس. الريفلكسز. ده انا قلت ايه دنيا وفي نفس الوقت ايه ريفلكسيا. احنا اتفقنا.
لو انت فاهم يعني ايه ستريتش ريفلكس وان في ستاتيك كومبوننت وديناميك كومبوننت والمصل تو بيان ستاتيك والريفلكس اللي هو التندر جيرك والديناميك، اما اقول لك فوقي ده ستريتش ريفلكس يبقى فوقي الاثنين التون والريفلكس، هيبقى في ايتونيا وهيبقى في هيبقى في ايه؟ هايبو ريفلكس او ايه ريفلكس يا حاج؟ هيبقى لوس اوف ديب ريفلكس. ما ينفعش ليه في يعني لوس ديب ريفلكس ليه؟ لان الاسترتش ريفلكس فقد البصيل بتاعه قطع اصلا. نو بلس نفس الكلام لان الاسترتش ريفلكس قطع بقى. انتاكت سوبرفيشال ريفلكسز بروفايدد ذات ذا ريفلكس ارك از انتاكت، يعني بمعنى لو احنا دلوقتي حصل لور موتور نيرون ليجن اوفيشال مثلا وجيت انت تشتغل على الابدومينال ريفلكس، ايه علاقه الفيشال بده؟ يبقى لور موتور نيرون ليجن لو هي بعيده عن الريفلكس ارك بتاع السوبرفيشال ريفلكس هيبقى ايه؟ موجود. لكن افرضوا مثلا ركزوا معايا الدافينسكي ساين او البلانتر ريفلكس ده بمعنى ادق السنتر بتاعه بيتسيل ام اس كيو، السنتر بتاعه انتيرو رون سيل اوف اس 1 و2 صح؟ افرضوا بقى ان لور موتور نيرون ليجن دمرت اس 1 و2 هيبقى البلانتر ريفلكس موجود؟ لا. طب افرضوا ان لور موتور نيرون ليجن افكت مثلا تي 1 اللي هي تراث السيجمنت 1 هيبقى البلانتر ريفلكس موجود ولا لا؟ موجود. يبقى بمعنى اخر السوبرفيشال ريفلكسز ار بريزنت ويز ريفلكس ارك اس انتاكت. لكن لو في لور موتور نيرون ليجن في الريفلكس ارك بتاعهم هيبقوا ابسنت. وضحت الصوره؟ يبقى هنا هو ايه؟ انتاكت سوبرفيشال ريفلكسز بروفايد ذات انتاكت ذا ريفلكس ارك اس انتاكت. نو دايركت ريفلكس لان مفيش لور موتور نيرون ليجن اصلا. خلاص يا جماعه دي اخر سلايد اللي هو رياكشن اوف ماسل تو ديجنريشن ركزنا ان دي بتسيل شورت اس بتسيل اس كيو بتسيل شابو كتير حاجه اسمها رياكشن اوف ديجنريشن قال لك رياكشن اوف ديجنريشن ايه اللي هيحصل في المصل؟ المصل اكسيتابيلتي بتاعتها تفقد او على الاقل يعني في احسن الاحوال هتقل يعني معناها كروناكسي اخضر ايه؟ يزيد يبقى في برولونج كروناكسي او لوس اكسيتابيلتي او ديكريز اكسيتابيلتي هلاقي في ايه؟ العضله بتستجيب لنوع واحد من الكارب، هناك في النورمال مثلا في الابر موتور نيرون ليجن كان الريسبونس نورمال. كانت العضله بتستجيب لنوعين من الالكتريك ستيمولار، الكتريك كارب. كان الفرانك بتستجيب له ان ذا فورم اوف تيتانيك كونتراكشن والجلفانك كانت بترسبوند ان ذا فورم اوف كاثودال كلوزنج كونتراكشن احسن من الانودال كلوزنج كونتراكشن. كلام جميل؟ هنا قال لك خلي بالك ما بتستجيبش للفرانك. الدينرفيتد مصر مالها؟ doesn't respond to فرادك كارت. الفرادك كارت عشان يدي ريسبونس لازم اعمل سيميشن للنرف مش للمصر نفسها. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى هنا هو بوست ريسبوند تو فرادك لكن بتريسبوند تو جلفانك وان ان ابنورمال فوق هناك كانت بتستجيب نورمالي ان الكاثود الكلوزنج كونتراكشن اقوى من الانودال كلوزنج كونتراكشن هنا لا بتتعكس ركزوا تسيل كتير الانودال كلوزنج كونتراكشن اقوى من الكاثودال ديو تو موستلي انون كوز لكن في بعض الناس قالوا نتيجه الدينرفيشن هايبر سنسيتيفيتي لكن هي اساسا من اقوص انون كوز وجدوا كده وجدوا ان الانودال كلوزنج كونتراكشن بقى اقوى من الكاثودال كلوزنج كونتراكشن الفايبرنيشن زي ما شرحتها والفاسيكوليشن قلت لك كاركترستيك فيتشر للور موتور نيرون يبقى اما نقول ايه هو الرياكشنز اوف ذا ماسل تو ديجنريشن هتقول لي لوست اكسيتابيلتي برولونج كروناكسي لاك اوف ريسبوند تو فاراديك كارنت اب نورمال ريسبوند تو كالفاريك كارنت ان ذا فورم اوف انودر كلوزنج كونتراكشن اقوى من الكاثودر كلوزنج كونتراكشن هلاقي فيه فايبرنيشن هلاقي فيه فاسيكوليشن يبقى تو سمرايز يا جماعه يا جماعه تاني ما بين الابر والنيروفيشن او الديفينيشن بوست مانيفستيشن المانيفستيشن لازم اقول الموتور مانيفستيشن الريفلكس مانيفستيشن الرياكشن اوف ماسل تو ديجنريشن والكاركترستيك افكشن اوف اريا 4 اريا 6 اللي هي هلاقي فيه افيزيا ويتش وان اوف ذا فولوينج ساين از ا فيتشر اوف لور موتور نيروفيشن هل اكتب كلورس انتي كلونس فيتشر اوف لور موتور مانجر في ناس البالانسز
طب ستوري دي ريفلكس هايبرتوني بس ما بنست سايد؟ لا، يبقى هي مين يا جماعه؟ هي الفلاسيد ستاتس. افيزيا اوكيرز ان بريفرال نيرايتس، افيزيا بتحصل في البريفرال نيرايتس ولا في اريا 6 ليجن ولا في البوليدو مايرايتس ولا في الانترنال كابسول ليجن ولا في الانترنال بيراميد ليجن؟ اريا 6. مش انا قلت لكم يا جماعه كاركترستيك فيتشر في اربع ليجن نتيجة اريا 4 اريا 6 هي الافيزيا، عشان افرقها ما بين الاوردينري ابر موتور نيورون ليجن في الانترنال كابسول. صعب كده يا جماعه؟ يلا بالتوفيق ان شاء الله.